بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا شرح لطريقة الحصول على بطاقة STCB مجانا. البطاقة هذه تنفعك بدل ما تروح عند أي بنك عربي. هذه البطاقة راح يوصلك إياها من قبل شركة أرامكس تعاونا مع STC بشكل مجاني. نروح من البداية على البطاقات، وبعد كذا نروح على علامة الزائد، بعد كذا نروح على إنشاء بطاقة رقمية وبتجيك صورتين، نختار أي صورة نبغاها، بعد كذا نسوي تأكيد ونحط بياناتنا والموقع. هذه هي استلام الشحنة اللي استلمتها الآن قبل شوية. هذه هي الشحنة زي ما انت شايفين. يجيك زي الظرف، هذا هو الظرف. ثاني شيء، في هذا الظرف الصغير يوجد بداخله البطاقة. طيب، الآن نتكلم كيف تفعل البطاقة. بعد ما تستلم انت البطاقة وتفتحها من كرتونها، ندخل على تطبيق STCPay. طيب بعد كده تتبع نفس الخيارات الموجودة، نفتح التطبيق ونضغط على كلمة البطاقات الموجودة في الأسفل. بعد كده نضغط على فعل البطاقة. بتجيك في البطاقة آخر 4 أرقام، نحط آخر 4 أرقام، نضغط على زر التفعيل. بعد ما نحط زر التفعيل راح يطلب مننا كلمة مرور، نحن نختارها 4 مرات، عفوا 4 أحرف أو 4 أرقام على حسب. وبعد كده راح يتم تفعيل البطاقة. أتمنى قدرت أفيدكم بشيء بسيط. كان معكم أخوكم خادم نادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.